السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تفعل حسابات شات جي بي تي بأرقام تليفونات. احنا كنا فاكرين ان تطبيق تو ان ار علشان تقدر تفعل حساب على تشات جي بي تي لازم تستخدم تطبيق تو ان ار، تقريبا بيعطيك ارقام بولندية او هولندية علشان تقدر تدخل على الموقع تشات جي بي تي. بعض البلدان المحظورة بتحتاج رقم تليفون علشان تقدر تفعل بيه الحساب، لكن الفيديو ده بس مخصوص علشان ازاي تفعل حساب تشات جي بي تي برقم تليفون، وهعطيك بعض التطبيقات وبعض المواقع اللي تقدر تجيب بيها منها ارقام. هتلاقي الروابط دي موجوده في الوصف او التعليقات، ومش هطول عليكم في وقت الفيديو ويلا بينا على الشرح كده. انا بروح بفتح كده على طول بريد، او انت معاك البريد الالكتروني بتاعك او حساب الجيميل مفيش مشاكل تقدر تسجل بيه. بنسخ البريد كده وبروح بفتح عندي هنا اللي هو البراوز سي، تمام، علشان اغير المنطقه بتاعتي او الموقع بتاعي. بعد كده بروح على عندي هنا على تشات جي بي تي، والانتظر حتى يتم فحص الموقع بتاعي او المتصفح بتاعي. بعد كده تضغط على كلمه ساين اب اللي هتظهر عندك هنا، ضغطه واحده كده. المهم بس تكون انت ناسخ البريد بتاعك كويس، يعني عامل نسخ البريد بتاعك. بعد كده بتضيف البريد الالكتروني هنا وتعمل كونتينيو، وبتكتب هنا الباسورد بتاعك. طبعا انا بعمل حساب جديد علشان نقدر نوصل لخطوه اللي هو تفعيل برقم التليفون. بعد ما تضغط على كلمه كونتينيو هنا ترجع تاني للبريد بتاعك او بتعمل لحساب جوجل بتاعك، تعمله بس ريفرش علشان يقدر يظهر لك رساله التفعيل اللي قدامك دي. بعد كده بتقول له هنا فيريفاي ايميل ادرس، وزي ما انت شايف كده قالك تم تاكيد البريد بتاعك. بعد كده انت بتروح عندك هنا على الموقع اللي هيظهر لك بالشكل ده كده، بتحط هنا الاسم الاول بتاعك، وبعد كده بتضيف الاسم الاخير، وهنا تاريخ الميلاد الخاص بك انت. حاول تخليه مثلا من 1900 وانت طالع. بعد كده بتضغط على كلمه كونتينيو هنا، ونوصل للخطوه بتاعتنا اللي هي رقم الهاتف، ونحصل على رقم هاتف سواء كان امريكي سواء كان كندي سواء كان اي دوله بتقدر تفتح عليها موقع الذكاء الاصطناعي اللي هو تشات جي بي تي. وتعالوا بينا يلا نخش على خطوه الحصول على الرقم اللي نقدر ندخل عليه على تشات جي بي تي. الموقع ده او التطبيق اللي انا هوريه لك بالشكل ده كده، التطبيق ده تقدر تفتحه وتنزله عندك على التليفون بتاعك عادي جدا. كل عليك بس انك تضغط على كلمه فيريفيكيشن، وتقدر تكتب هنا على السيرش هنا اللي هيظهر لك، تكتب بس ايه تشات جي بي تي اوبن اي اي اللي يظهر لك بالشكل ده كده، ضغطه واحده كده علشان تقدر تحصل على الرقم. ومن هنا بتضغط على نيكست، بس انا هستخدم الموقع عندي هنا. هضغط نفس الفكره برضه، اقول له جيت فيريفيكيشن كود. بعد كده هنا بتروح عندك على العلامه دي، بتكتب بس تشات جي بي تي اوبن اي اي اللي هي عندك بالشكل ده كده، تمام. طيب بعد كده بتنزل تحت كده بتضغط على كلمه نيكست، وبتبدا تنسخ الرقم ده بالشكل ده كده، تقول له هنا كوبي، وبترجع هنا تاني تضيف الرقم هنا. بعد كده انا بتضغط على كلمه سنت كود، تضغط عليها ضغطه كده ويقول لك خلاص هو هنا هيتبعت معاك الكود فورا على الحساب بتاعك. بتروح كده هتلاقي هنا كود التفعيل ظهر قدامك هنا اهو، تعمل هنا كوبي وترجع تاني تضيف الموقع بتاعك او تضيف الكود بتاعك هنا، وبكده الموقع بتاعنا اشتغل وهيفتح معانا على طول حساب على تشات جي بي تي على منصه اوبن اي اي. كده الشرح انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك، وكان الشرح عن ارقام امريكيه او ارقام لتفعيل حسابات تشات جي بي تي الناس اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في شغلها، سواء كان بتستخدم متجر الكتروني او صاحب موقع او مبرمج تقدر تستخدم الموقع ده. وبكده خلاص احنا شغلنا حساب على تشات جي بي تي وفعلنا الحساب برقم التليفون اللي انا شرحت لكم في الفيديو ده. هتلاقي روابط كل الشرح ده موجود في الوصف او التعليق. اشوفكم في الحلقه الجايه، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس، ومع السلامه.